سوف نتعرف في هذا الدرس على أداة Path Selection وتستخدم هذه الأداة في تحديد وتحريك الباثز والشيبس فلتحريك أحد هذه الشيبس الظاهرة أمامنا نضغط على أداة Path Selection ثم نضغط على الشيب المراد تحريكه ونسحبه للمكان الذي نريده بهذا الشكل ويمكننا باستخدام هذه الأداة ضبط محاذاة مجموعة من الشيبس الموجودة على نفس اللير فلعمل ذلك نقوم بتحديد الشيبس الذي نريد عمل محاذاة له عن طريق رسم مستطيل حوله بهذا الشكل ونضغط على قائمة الالين من الأوبشنز بار، ونتأكد من أن الاختيار Align to Selection محدد لكي تتم المحاذاة على أساس الأشكال المحددة ونختار من هذه القائمة على سبيل المثال توب Edges لكي تتم محاذاة الحافة العلوية للأشكال المحددة بهذا الشكل كما نرى ويمكننا جعل المحاذاة تتم بالنسبة لمنطقة الرسم وذلك عن طريق تحديد الاختيار Align to Canvas من هنا ثم نقوم بإجراء المحاذاة للتوب Edges مرة أخرى فنلاحظ ان الاشكال يتم محاذاتها للجزء العلوي من منطقه الرسم بهذا الشكل كما نرى وبهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا الدرس